هكذا قتل الشيخ الباني، ومن على متن مدرعة قدمتها الإمارات لميليشيا دفاع شبوة انهال الرصاص على مركبته. ففي الوقت الذي كان فيه العالم الإسلامي يحتفي بعيد الفطر المبارك، كانت الميليشيا قد أسدلت ستار الحزن على شبوة واليمن برمته، وأحالت مصلى العيد في بيحان إلى ميدان معركة مخضب بالدم. قتل الشيخ الباني بعد خطبة الوداع، وقد حث الناس على وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة، وهي رسالة الإسلام السامية، لكنها تتعارض مع حاملي مشاريع التجزئة والتشظي جنوبا. لم يكن الشيخ الباني مجرد خطيب يعتلي المنبر، بل مديرا لمكتب الصحة في مديرية بيحان، وعضوا في مجلسها المحلي، يتابع قضايا الناس ويتلمس همومهم. وقد أثارت حادثة قتله المجتمع الشبواني برمته، وعلى ما تمثله الحادثة من خطورة على شبوة، إلا أنها أيقظت الناس وولدت ردة فعل كبيرة لدى الأهالي الذين طالبوا بالقصاص من القتلة، وهو خيار ذهبت إليه السلطة المحلية مجبرة بهدف امتصاص غضب الشارع من خلال تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة لم تعد خافية على أحد. هذا السيناريو الدامي يعيد إلى الأذهان مسلسل تصفية العلماء ورجال الدين في عدن، غير أن حادثة شبوة بدت أكثر بشاعة، وظهر مرتكبها على غير حوادث الاغتيال المعتادة. اليوم وبعد مرور ما يقارب الأسبوع على حادثة اغتيال الباني، لا تزال آثار الجريمة ماثلة للعيان، فيما لم تخرج لجنة التحقيق بأي نتائج رغم المطالبات المتكررة من قبل الأهالي الذين نصبوا مخيما في مصلى العيد للمطالبة بالقصاص. فهل ترى العدالة طريقها؟